عسلامة ومرحبا. عسلامة. عارفوا عليك؟ أحمد. مرحبا أحمد. موظف في كلية العلوم بتونس، فهمتني؟ مش عارفوا أحمد، حبينا نحكي على الوضعية الاجتماعية متاع الموظف. ولاش مش أقول لك أختي، تحسنت الأمور على قبل، أما فهمت، أما شنية المعيشة ولت غالية، فهمتني؟ الكراي ولا الإنسان كراي كيفي، أنا معناها ما عادش يخلط في الظروف هذيا، فهمت كيفاش؟ واحنا ان شاء الله نقولوا ان شاء الله اللي جاي خير من اللي، فهمتني؟ نقولوا ان شاء الله اللي جاي خير. المشكل ماهوش في الدخل الشهري قداش، المشكل هل الدخل الشهري معناها يتوافق مع المقدره الشرائيه والا لا، يعني مش مهم قداش، حتى لو كاين 500 دينار. انت والظروف، انت معناها انت كما نقولوا احنا ينزل الإنسان يكبش شوية كل حاجة في بقعتها، فهمت كيف؟ هو راهو أغلبية التوانسة ما عندهم حتى حل غير إنهم يعملوا هكا. مش باش يعمل واحد، إي لازم مر كان ما مر من الوقت، فهمتني؟ خاصة يبدو عنده صغار وكاري، فهمتني؟ يلزم يتحايل على الدنيا ذي، فهمتني؟ يلقى حاجة مثلا خدمة أخرى نجم يدبر فيها راسه، فهمتني؟ فهمتني؟ اما شو اقول لك، فهمت؟ ان شاء الله كما قلت لك، يعني ان شاء الله اللي جاي خير من اللي خير، فهمت؟ بل كانت الوظيفه حاجه يتمنيها اي واحد، وظيفه معناها مسمار في حيط. نقول لك حاجه، ريت نتوا حتى الماخذين متريز وبشاهدهم، فهمتني؟ قاعدين يستنوا على خدمه، فهمتني؟ فهمت؟ وانا نعرف برشا في الفا كانوا بشاهدهم ماخذين دكتوراه وماستر، فهمتني؟ ولوجوا حتى على الكونترا نجموا يخدموا في الكونترا، فهمت؟ خاطر صعبت توا، صعبت حتى الوظيفة العمومية ما عادش يدخلوا توا، صعبت صعبت البيت صعبت، فهمتني؟ قبل كانوا يتمنوا هالوظيفة العمومية، توا ولات حاجة صعبة المنال. احنا دخلنا في وقت الغفلة، فهمتني؟ وقت الدنيا سهلة، فهمتني؟ الأمور باهية، الأمور مزيانة كما، فهمتني؟ الحمد لله نقولوا احنا الحمد لله، بالطبيعة الحمد لله، إن شاء الله الشباب ربي يعوض عليهم حاجات أخرى. إن شاء الله يسمعوها مني أنا. الجيل اللي طالع توا الصغار ويحبوا يحرقوا، فهمتني؟ ينجم حتى بمليون ب 500 يدبر راسه هنا في البلاد. بالطبيعه بالطبيعه. برشا توا عندنا شباب مشى هكاك حرام. علاش افكار؟ المشكله انه الشباب ما يفكرش. صحيح مشى هكاك مساكن. هو الحاجه الباهيه في الشباب الجيل الجديد انه طموح ياسر ويحلم برشا، هذه حاجه باهيه، ماهوش كل الاحلام محدوده. لكن ما يعرفش انه يحقق درجه درجه، يحب طول يطلع لفوق، حب يطلع ديما ديريك، اما يلزم انسان ديما خطوه 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 خطوه، ما تنجمش تطلع فيسا فيسا زيدا. ساعات تلقى عبيد مصفر بشويه بشويه بشويه، لازم نبداو من الصفر، واحد يتوكل على ربي ويقول يا ربي العمل عليك، قدره ربي ربي ما يخليش، فهمتني؟ ورضايه الوالدين هي الكل، فهمت؟ برشا حاجات عندها اسباب، اسباب معناها تنجم تخليك تنجح في الحياه، منها كما قلت انت تتوكل على ربي ورضايه الوالدين، هذوما الاول حاجات، فهمتني؟ هذوما هما الاسباب الرئيسيه، فهمت؟ في الحياه هذيا، فهمتني؟ ولازم الانسان يخمم مخه، فهمت؟ مش اللي كما يقولوا ربي كرمه بفلوس يمشوا هكاك، معناها يمشوا هكاك، يزبي يعرف كيفاش يخدمهم، يعرف كيفاش يتصرف، فهمتني؟ خاطر الحياة صعبة مرجولية، نحكي معاك بالواقع من الآخر، راهي كل شيء صعب، فهمت؟ الحمد لله، احنا ديما نقول الحمد لله يا ربي، واحد كرمه بخدمة ويلزم يستحفظ عليها حتى آخر لحظة في حياته، فهمت؟ احنا نقول زاد الحمد لله حتى إنه معناها الإنسان لاباس. الصحة هي قبل كل شيء، الصحة والمال بعد يجي، الصحة قبل كل شيء، فهمتني؟ وربي يسترنا الدنيا واخر. وانا اللي حبيت نقوله انه قبل العبيد كانت تحلم بالوظيفه العموميه او الوظيفه بصفه عامه سواء في العمومي ولا في الخاص، اليوم ولاو يهربوا منها. علاش؟ خاطر قل لك مسمار في حيط وما تعيش شهر معنيها استنى حتى نهار 24 25 سبوا له الشهريه. مربوط بالشهريه، ما فماش ما اكثر، يعني ذاك هو الموجود. ياش المكثر الناس وظيفه عموميه توا في الوزارات وكل وظيفه عموميه، فهمتني؟ اخي كنا قبل اول ما واحد اول ما دخل كان في 200 دينار و250 دينار، لكن توا تخلقت حاجات جدد وفما برشا حاجات جدد تنجم توفر منها المال وتدخل منها برشا فلوس. بالطبيعه ثم انت فكر ايه تخمم في حاجات تدخل فيها الفلوس، مشروع صغير مثلا اي تدخل فيه الفلوس، تعاون في هذا تبدا تعاون بشويه بشويه، فهمت؟ نصبه مثلا تاع حاجه، فهمت؟ تكون ثابت وحدك ودبر راسك فيهم، فهمت؟ واللي جاب ربي فيه البركه.
واحد مش باش يعني واحد ما يطمعش بالطبيعة. الحمد لله كاين فما زيادة من عند ربي، ديك حاجة أخرى طبيعة فهمت. هذيك كما نقولوا كسبته مثلا يدبر فيه راسه، يلزم زاد مال شويه فلوس باش يعمل مشروع صغير فهمتني. فهمت لازم نقولوا نبدا من الصفر، معناها براس مال صغير مش معناها كيكا وحدك، لازم راس مال صغير باش يدبر فيه راسه بشويه بشويه فهمت. ومع الشهريه توا قليل باش يعمل دار توا صعيبه 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 ولات صعيبه بالحق صعيبه ياسر صعيبه. شبيك نمر تراب يقول لك ب 400 و500 الف فهمت. الدار اقل دار يقول لك 90 100 مليون وانت والبنك نجم البنك ما تعطيكش المويه هذاك فهمت. هذاك تنجم تراه انت ما تعطيك مثلا تقول لك انا نعطيك 40 وانت تصرف ولا 50 وانت تصرف الباقي فهمت. ما ينجموش يجيبوا لك تيران فهمت. كاينش في بلاصه بعيده في خلي ما خلي بعيدة جملة فهمتني بعيدة على التوروت بعيدة على التوروت. وربي قدر الخير إن شاء الله إن شاء الله فهمت. ربي قدر الخير فهمت وإن شاء الله ربي يعطينا الوقت الباهي وقت الطيب إن شاء الله فهمت. الشباب نلاحظوا أنه متشائم شوية الحقيقة من الأوضاع، باش تنصحهم؟ والله باش ننصحهم بالله شد في ربي ما يخافش فهمتني. وديما يحاول يلقى يخدم ويدبر راسه وهو تشام وشنو هما تو الشباب تو يحب الحرق مكثري يحب يقول لك نخرج من البلاد ربي وحاجه خايبه زاد انك تعمل على مثلا تعمل على مؤسسه باش تخدمك ولا تعمل على الدوله تستناها توفر لك، يعني نجم هو يتحرك وحده زاد شويه شويه بالطبيعه تو مش تقعد تستنى في الشركه هذيك باش تمولك ولا باش تخدمك فهمت. ويجا في نهار غدوه يجا غدوه يجا بعد تدفع معناها تمني فيك وبعد ما وتوا برشا ناس تاخذ تقول لك ايه وبعد ما يصح شيء فهمتني فهمت. وبرا شكيت عندك وثيقه انت باش تشكي ولا باش والشباب اذا استانس بالبطاله راهو باش يولي ما عادش ينجم يفيق بكري باش يمشي يشوف خدمه باش يمشي يسعى يستانس بالبخل والبخل وقعت في القهوة ويريح ضميره انه الدوله ما فماش مش موفره خدمه. هذاك هو باش يصير حتى لين يفيق روحه كبر. انا شوفي برشا عبيد شاد نهار كامل القهوي وتبارك الله صحه تبدين تبر يخدم المرمز ب 40 و 50 دينار شنو هي فهمت ب 50000 يخدم فهمتني. تبارك الله قد انت بيدك ومعناه تبارك الله فهمت يخدم المرمز علاش نهار كامل انت قاعد في القهوه فهمتني. معناها ولا صدقني مول مره عندها طول 3-4 سنين التالي ضربت يجي 10 ايام نخدم في المرمى في الكونجي. علاش ليه؟ فهمت؟ علاش ليه؟ مشيت خدمت يجي 10 ايام والحمد لله مصروف هذاك فهمت؟ فهمت مصروف فهمت؟ مصروف 10 ايام مصروف فهمت؟ واحد باش ما يقعدش ناقص فهمت؟ وديما نقول الحمد لله وربي شدنا في يعطيك الصحة مسيو شكرا عايش.